Hi. I don't have a whole lot of time. A former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. I started getting... In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. كائنات فضائية، تجارب غريبة على الإنسان، أسلحة محرمة، تصوروا فيديوهات مسربة مرعبة، المنطقة 51 لوز اللي ما بغاتش تحلو الميريكان. القصة كاملة بدات مع واحد البوست فيسبوك. عرفتوا فاش كيطلع لكم فيسبوك واحد البلان ديال كاين واحد الحملة ولا كاين واحد ليفينمون، واش تي انتريسي ولا كوشي وي ولا؟ كانت هذه الطريقة فاش بدات هذه القصة. شاب أمريكي سميتو ماثي روبرت كريا واحد لاباج فيسبوك ودار عليها واحد الحملة بعنوان مهن نجتاح المنطقة 51 لا يمكنهم إيقافنا جميعا، وطلب من الناس في كاع بقاع العالم أنهم يتفاعلوا مع هذه الحملة ويتجمعوا في 20 سبتمبر 2019. هذه الحملة لقات واحد التفاعل غريب، بزاف ديال الناس تفاعلوا معها، بزاف بزاف بزاف، لدرجة أنه وصلوا عدد ديال الناس كي سون انتريس، مليون ديال الناس متفاعلين مع هذه الحملة، ومليون ديال الناس بغاو يجيو عندهم فضول يعرفوا شنو كاين في هذه المنطقة. وفعلا في النهار 20 سبتمبر بداو الناس كيتجمعوا بزاف، ولكن لسبب مجهول مول لاباج مول الحمله غبر، وطلع واحد التصريح كيقول بلي هذه كانت غير واحد النكته، وبلي هو ما توقعش انه كاع داك العدد ديال الناس يجيو فيه ويتفاعلوا معاه، وبلي هو كيعتذر دوك الناس. هذا الشيء استفز دوك الناس كاملين، وما زاد الا حمسهم وزاد الفضول ديالهم باش يعرفوا شنو كاين في ديك المنطقه 51. ومن داك النهار والاشاعات والهضره وكثرة القيل والقال زادوا على هذيك المنطقه. واقيلا زربت عليكم، وغالبا في هذه اللحظه تكونوا نتوما براسكم جاكم الفضول وكتقولوا شنو هي بعد هذه المنطقه 51. المكان روزويل والعام 1947. واحد الاخبار انتشرت في البلاد كامله كتقول باللي مركبه فضائيه طاحت في الميريكان يعني في البلاد، وباللي غبرات وما عاودش بان ليها الاثر، وباللي الحكومه جداتها وغبراتها في واحد المنطقه سميتها المنطقه 51 بدون تصريح او شرح للشعب. هاد الاخبار دارت ضجه كبيره، الناس ما سكتوش والحكومه خافت من الفوضى، داكشي باش من بعد ايام قليله خرجوا بواحد التصريح وقالوا بلي داكشي اللي شافوه الناس كان غير واحد المنطاد اولا واحد المظله عسكريه، وبلي تو سامبلومون خسرات، وهذه حادثه عاديه كترى وغترى دائما، خسرات وطاحت في واحد المنطقه وهما داوها لواحد الديبو ديالهم مستودع عسكري. الناس بيان سور ما تيقوش هاد الفيرسيون، ما تيقوش هادشي اللي قالوا ليهم، وزاد الفضول كثر، خصوصا انه كان واحد الشهود شافوا حاجه اخرى. هادشي كله فهمناه، ولكن اشنا هي المنطقه 51؟ المنطقه 51 هي واحد القاعده عسكريه ميريكانيه بيان سور، جات بجنوب نيفادا، منطقه عسكريه سريه للغايه. وفاش كنقولوا سريه، لا سريه نيت لدرجه انه الصور الوحيده اللي كاينه عليها كانت باقمار اصطناعيه، يعني تصور تداروا من الفوق وما كانش بلاكور بالاذن ديال امريكا. غادي تقولوا اليوم من بعد منطقه عسكريه وفي امريكا من الفوق، بيان سور غادي يكونوا متكتمين عليها وعلى واحد السريه كبيره وحراسه كبيره، كنعرفوا بلي هذيك اقوى دوله في العالم وما غاديش يبغيو ديفولي اشنو كيجيو تما، كاينين اسلحه وكذا. غادي نقول لكم بلي المساله كبار من هادشي، وبلي لا سويت ديال لا فيديو فيها بزاف ديال المفاجات. اولا المنطقه جات في امريكا جنوب نيفادا، والمساحه ديالها حسب تقدير الاقمار الاصطناعيه كبيره بزاف، شاسعه بزاف، كتوصل نصف مساحه سويسرا.
حراسه على المنطقه حراسه عاليه وكبيره بزاف، لدرجه انهم دايرين مستشعرات الحركه كدات تقتل العقل ديال بنادم على بعد 20 كيلومتر. 20 كيلومتر قبل ما توصل ديك المنطقه كيعرفوك جي. العمال اللي كيخدموا في المنطقه 51 عمال خاصين ماشي عاديين، كيتعاملوا بحال لي ماشين بحال لي روبو، كيديو واحد المهام قاسيه بزاف، وممنوع عليهم الاتصال بالعالم الخارجي باي وسيله، تليفون الراديو اي حاجه اخرى ممنوعه عليهم. اون فوا كيوافقوا انهم يخدموا في هذه المنطقه كينساو كيلغيو حياتهم ديال الباس. بوشمان هذا كان واحد من العلماء المعروفين بزاف اللي كانوا كيخدموا في هذيك المنطقه 51. كان واحد من العلماء اللي تابعين وحده من الشركات ديال الصناعات العسكريه في ديك المنطقه. هاد بوشمان خلا واحد الوصيه كيقول فيها بلي من بعد ما يموت كيطلب بانه يتباع واحد الفيديو ليه داه وخباه باش يشوفوه الناس من بعد الموت ديالو. شنو كاين في هاد لا فيديو؟ كاين تصريحات ديالو بشنو شاف وعاش في المنطقه 51، بحكم انه واحد من العلماء المهمين بزاف اللي عارفين بزاف ديال الاسرار ديال هذيك المنطقه. بوشمان دوا على هذيك الحادثة ديال عام 1947 وقال بلي هذيك القصة ديال المنطاد أو المظلة العسكرية ما كانت إلا تمويه، واحد الكذبة اخترعها العسكر باش يغطيو على الحقيقة، واللي هي أنه فعلا كانت واحد المركبة فضائية خسرات والأقدار بغات أنها تطيح في هذيك المنطقة اللي هي هذاك فعلا هو التخصص ديالها. بوشمان قال بلي العسكر خضوا هذيك المركبة الفضائية بداك الحطام ديالها ودخلوها لواحد المستودع مخصص لداكشي كان سميتو الاس كات، دخلها هي وكاع الجثث ديال الكائنات الفضائية اللي كانت وسطها. دوا على جثث كائنات فضائية ودوا على بزاف ديال الحوايج في هاد النقطة وشرحهم ووصفهم وقال شنو شاف نيت وعطى الصور اللي كانت يلتقطها وكيخبيها، وقال بلي الميريكان كانت حريصة على انها تخبي هاد السكري باش تكون عندها هي براءة الاختراعات وتكون هي السباقة بانها تعرف كيفاش تتعامل مع المستقبل والفضاء. اي توسع نخليكم نتوما تمشيو تقلبوا وتسمعوا على سانو شنو كانت يقول وتشوفوا الصور اللي عرضها في هاد النقطة. ودابا القصة الأكثر غرابة والأكثر دراما والأكثر سوداوية ديال هاد المنطقة 51 اللي دوي عليها بزاف 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 ديال الناس جميع بقاع العالم، واللي قصة بيان سو قصة حقيقية عندها بزاف ديال الشهود وبزاف ديال الإثباتات. وهاد القصة جات على لسان مجموعة من الحراس، ماشي واحد ماشي جوج، بزاف ديال الحراس اللي من بعد مرور بزاف ديال السنوات قدروا يهربوا من هاديك المنطقة بطريقة أو لأخرى، وصرحوا بزاف ديال الحوايج من بينهم القصة ديال الجميلة أبيغيل. من بعد ما سالات الحرب العالمية الثانية الأمريكان وبحال كاع البلدان خسروا بزاف ديال العسكر، ولكن هما حيتاش مطورين وعندهم الإمكانيات فكروا في واحد الحاجة، فكروا في أنهم يديروا واحد المنشأة عسكرية خاصة باش يطوروا سلالة جديدة من البشر. كان خاصهم متطوع، ورغم الإغراءات الكثيرة اللي داروا المكافآت وكذا ما قدروش يلقاو ولا متطوع واحد. وهادشي اللي كان كيبين شي حاجه فهو كيبين بلي اكيد ديك التجربه كانت غتكون شي تجربه محرمه وتجربه غريبه بزاف. هادشي خدا بزاف ديال الوقت، ما لقينش متطوع، هذا مشكل كبير، قلبوا دغيا كيفاش يلقاو حل هادشي. حتى بنت أبيغيل كانت هي البنت الوحيده ديال واحد من الفرقه، واحد من العلماء اللي في الفرقه المكلفه بهاد التجربه ديال السلاله الجديده ديال البشر. كانت هي بنته الوحيدة، وكانت واحد البنت مثقفة وغزالة. جميع الروايات اللي قريت والفيديوهات اللي شفت كيدعو على أنها بنت حسناء، وشفت واحد جوج روايات دايرين الصورة ديالها فعلا بنت زوينة بزاف. أبيغيل قدرات تقنع باها بهاد التجربة، هي ويا عارفة الخطورة ديالها، ولكن قدرات تقنعو من باب أنهم هاد نجح التجربة ويقدروا يدخلوا التاريخ، ياخذوا أوسمة، يدعو عليهم بزاف ديال الأجيال يتوسى. فباها اقتنع وتقدمات التجربة كمتطوعة رسمية، التجربة الأكثر غرابة اللي عرفها التاريخ البشري. شنو كانت التجربة بالضبط؟ واش حقنوها؟ واش كهربوها؟ واش برمجوها؟ ما عرفناش، ولكن اللي عرفناه هو أنه من بعد 5 سنين أبيغيل كتحول لوحش بمعنى الكلمة.
طولها كيولي 3 متر، سنانها كيطيحوا كاملين، فمها كيتوسع بزاف بزاف ديال التجاعيد، كيبانوا في صنكور كامل، شعرها كامل كيولي ابيض. الشهود اللي كانوا في داك الجناح اللي كانت تخضع فيه هي التجربه كيقولوا بلي كانوا كميات كبيره وكبيره بزاف ديال الماكله كتدخل ليها كل نهار غير باش تبقى حيه. تجربه بيان سور فشلات، لانه هذيك البنت خرجات على السيطره وتحولت لواحد الهيئة اخرى هما ما كانوش دايرين ليها حساب، ما بقيش قدروا يتحكموا فيها، ما بقيش قدروا يجعلوها تمشي في السياق اللي هما كانوا بغاو. فهذا الشيء اللي جعل باها انه ينتحر، وقبل ما ينتحر خلى واحد الوصيه كيطالب فيها الحكومه الامريكيه انها ما تقتلش ابيغيل، الوصيه اللي ما قدراتش الحكومه توفي بها، لانه من بعد مرور سنوات ولا الوحش غير قابل للسيطرة، ولا كيخص تيشكل خطر على المنطقة كاملة، فقتلوها باش يتفاداو الخطر. وهكا سالت التجربة المحرمة اللي دارت الأمريكان في المنطقة 51. كانوا هادو هما أغرب وأخطر وأبرز الحقائق على المنطقة 51. أنا تعلمت أنني ما ندويش بزاف ديال على بزاف ديال الحوايج اللي كيخصوا هاد المنطقة، لأن فعلا كاينين بزاف 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 ديال الحقائق، ولكن خضيت الحقائق الاكثر مصداقيه اللي لقيت عندهم بزاف ديال المراجع وبزاف ديال ما نقولش فيديوهات، ولكن كاين مصادر موثوقه دواو عليهم. اما المعلومات الاخرى والشهادات الاخرى فلا حصر لها، اكثر غرابه من هادشي كان لكم انكم تمشيو تشوفوها، وسورتو انكم تصنتوا البوشمان وشنو قال على الحادثه ديال المركبه الفضائيه. Voilà, c'était le tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai une playlist جديده, فيديو جديده في هذه البلايليست ندويو على حقائق وشي حوايج اللي ما كيعرفوهمش بزاف ديال الناس. جاتني الفكره من انني مؤخرا بديت نشوف فيديوهات وكان من هذا لو جونغ، وكنت صدم بزاف ديال الحوايج اللي قدرت ما كنتش عارفاهم، فجاتني الفكره قلت علاش ما نشاركهمش مع الناس، هكذا نفيد الناس بطريقه اخرى بحال دوك الافادات اللي كنا كنديرو في المره الاولى، او دو طون طون نرجع للفيديوهات ديالنا. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'accordiez et à la prochaine.